تعال نشوف إعراب كل في جميع الأمثلة. سؤال حلو جدا نركز فيه كده. قال لي كلمة كل طبعا ما فيهاش ضمير هنا، فهنا هعربها حسب موقعها في الجملة، هتديني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة. يحبون العمل كل الحب. كده دخلنا بقى في درس النائب عن المفعول المطلق، ما بين كلمة الحب وحبا. يبقى كلمة كل هنعربها نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا نوعه لو سألك على نوع النائب هو طبعا إضافة للمصدر، الإضافة، إضافة كلمة كل للمصدر. وذلك كل يوم. قال لي كلمة كل لو جاء بعديها زمان زي كل ساعة وكل ثانية وكل دقيقة، دائما بنعرب كلمة كل نائب عن الظرف، نائب عن الظرف، عشان كلمة يوم لو تلاحظ يبقى هعرب كلمة كل نائب عن الظرف منصوب. فاللهم أكرمهم كلهم. يبقى كده توكيد. ليه؟ لأن أنا لو جيت أشيلها تتشال معايا مفيش مشاكل، زائد إن فيها ضمير فهعربها توكيد معنوي، توكيد معنوي منصوب. طب ليه منصوب مش مرفوع؟ قال لي حبيبي أهو الضمير اللي قبلها أكرم هم، أكرمهم هم، وكلمة هم هنا اللي هي الضمير، الهاء هنا والميم طبعا ميم الجمع، فالهاء هنا هتتعرب ضمير مبني في محل النصب مفعول به. إذن ده توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.